أحداث وحقائق وآخر مستجدات عالم بوليوود، هجوم وسخط جماهيري على نجم بوليوود سلمان خان بعد استضافته لريا شكرابورتي المرأة المدمرة لحياة نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت. ماذا يحدث وما موقف جمهور سوشانت وسلمان من ذلك؟ تحول مفاجئ وتغيير جذري في شكل الممثلة أولغا كوبتا، الطفلة الصغيرة التي لعبت دور مانو الملكة جانسي، كيف أصبحت بعد مرور 12 عاما، وما سبب ابتعادها عن الوسط الفني، وما سبب تعرضها للهجوم؟ فوز الممثل التلفزيوني أرجون بيجلاني في برنامج مشهور بعد منافسة شديدة مع نجوم آخرين. وإذا كنتم من متابعي أخبار نجوم بوليوود، لا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، وشاركونا برأيكم واقتراحاتكم في خانة التعليقات، وإليكم التفاصيل. لقد أعلنت صحيفة هندوستان تايمز خبر فوز الممثل التلفزيوني أرجون بيجلاني في الموسم 11 من برنامج كاترونكي كيلادي في الحلقة النهائية التي تم بثها يوم الأحد الماضي. انضم هذا البرنامج العديد من المتسابقين الذين ينتمون إلى الوسط الفني، ومن بينهم راهول فيديا ونيكي تامبولي وغيرهم من النجوم، إذ أنه قبل إعلان النتائج قامت نيها سوامي زوجة الممثل التلفزيوني أرجون بيجلاني بالكشف عن خبر فوزها في البرنامج قبل الأوان. اتشاركت صورا عن حفلهم المنزلي، كما أظهرت الجائزة التي تتضمن كأس الفوز، وعلقت على هذا الحدث قائلة: أنا فخورة جدا بك يا أرجون، أعرف ما فعلته حقا، أنت تستحق كل هذا. لقد تساءل العديد من معجبي مسلسل ملكة جانسي عن الممثلة أولغا كوبتا، الطفلة الصغيرة التي لعبت الدور البطولي ماني كارنيكا في المسلسل، وكيف أصبحت بعد مرور 11 عاما تفاصيل حصرية وسبب اختفائها من الوسط الفني. أولغا كوبتا ممثلة تلفزيونية وسينمائية هندية، ولدت بتاريخ 12 من أبريل من عام 1997 في بيهار بالهند، ظهرت لأول مرة في أفلام توليوود، لكنها اشتهرت بدور مانو في مسلسل ملكة جانسي. لقد تفاجأ معجبيها بالتحول المفاجئ الذي طرأ على شكلها بعد غيابها عن الوسط الفني، إذ كشفت أولغا كوبتا خلال مقابلتها الحديث عن معاناتها في الوسط الفني والانتقادات القاسية التي واجهتها في سن مبكرة بسبب بشرتها الداكنة. اتصرحت قائلة: لقد كنت شغوفة جدا بالتمثيل، ولكن بشكل مفاجئ وفي سن مبكرة جدا أكتشف الجانب المظلم في صناعتنا الفنية. اعتدت أن أذهب إلى الاختبارات بشكل يومي، وفي كل مرة أشعر بخيبة أمل لرؤية المنتجين يبحثون عن فتاة بيضاء، إذ تم رفضي مرات عديدة فقط من أجل بشرتي الداكنة، ولكن في الواقع حصلت على دور ابنة صالوني بسبب بشرتي. كما أضافت قائلة: وفي الأخير توقفت عن الذهاب لمثل هذه الاختبارات لأنني أريد موهبتي أن تتحدث نيابة عني وليس لون بشرتي. لقد مررت بفترة اكتئاب عصيبة، هذه التقارير السلبية أثرت على صحتي، وأعتقد أنه في ذلك العمر لم يكن يجب أن أتعرض لكل هذه السلبية.
نجم بوليوود سلمان خان سيستضيف المرأة التي دمرت حياة نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت. هذا هو العنوان الأبرز والأكثر تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي. فحسب صحيفة التايمز، فإنه منذ انطلاق أول عرض ترويجي لبرنامج بيك بوس الموسم 15، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي شائعات بأنه تم الاتصال بريا شكرابورتي من طرف نجم بوليوود سلمان خان لاستضافتها في الموسم القادم من البرنامج. إذ شهدت ريا شكرابورتي في استديو التصوير برفقة العديد من المتسابقين المرشحين في البرنامج. كما ورد نفس المصدر أن هناك أخبار مفادها أن ريا شكرابورتي ستؤدي عرضا خاصا في الحلقة الأولى إلى جانب نجم بوليوود سلمان خان، ومن المقرر عرضه في 2 أكتوبر على الساعة 9:30 مساء. ولقد أثارت هذه الأخبار سخط وغضب شريحة كبيرة من معجبي نجم بوليوود سوشانت سينغ راجبوت وسلمان خان، إذ نعتوا سلمان بأسوأ الألقاب. كما عبر الجمهور عن رفضه الشديد لاستضافة ريا شكرابورتي في البرنامج لكونها المتورطة الأولى والأخيرة في قضية رحيل سوشانت سينغ راجبوت. كما استنكروا تصرف سلمان خان واعتبروه من بين المؤيدين الأوائل لريا شكرابورتي وأفعالها الشنيعة. وأنتم ما رأيكم فيما يحدث؟ هل بالفعل يستحق سلمان خان هذا الهجوم؟ شاركوني برأيكم في خانة التعليقات.